أصلي، ما اسمي يسرا رجل. اليوم سأحكيكم على كتاب جديد، آخر كتاب قريته، اللي هو أيام ملالة الملالة يوسف زاي حاجة هيك. الكتاب سمعته أنا أوديو بوك، تنحط لكم اليان في البار دانفو اللي يحبوا يسمعوه، والبي دي اف اللي يحبوا يقراوه. وقبل ما نبدأ نحكي عليه، الكتاب موجود بالفرنسي بالانجلي وبالعربي، اللي يحب يقراو لانغ معينة معناها موجود ديسبونيبل. الكتاب على شو يحكي؟ يحكي على حكاية ملالة اللي هي تعيش في أفغانستان، وملي هي صغيرة دافع على حق التعليم للبنات، بيسكو هما معناها عايشين في بلاصة انهم ممنوع، مش ممنوع الطفلة باش تقرأ، بلاصة كما نقولوا احنا ياسر مازالوا معناها عايشين، كانوا بلوتو عايشين نورمال. للي جو جماعة طالبان، ولا حق الطفلة في التعليم حاجة معناها عيب وحرام، وحرام الطفلة كي تمشي تتعلم. دونك بداو يستغلوا فك المخاخ متاع العباد، جونغ فلينة بطلت القراية باش تدخل للجنة، دونك البنات بشوية بشوية ولا يخرجوا من المكاتب ما عادش يحبوا يقراوا. سوف ملالة اللي قاعد دافع على حقها وحق البنات اللي معاها في التعليم، سورتو انه بوها كان مدير المدرسة اللي هي تقرا فيها، وتحكي عك المعاناة اللي تعرضت لها سواء هي سواء عائلتها سواء المعلمة متاحة في المكتب اللي هي امرأة. كاينو معناها عيب انك تكون امرأة. دونك تحكي عك المعاناة اللي عاشتها. للي نهار هي مشي تقرا في المكتب، طلعوا زوزة معناها زوزة اولاد، شكوني ملالة الناس كل خزروها، تكعتها كرتوشة في وجهها. اوغزمو ملالة منعت، ما ماتتش، تعدت بريود ياسر صعيبة متاع الريكافري باش برات وكل شيء، اما عاودت وقفت على ساقيها وربحت النوبل برايز، اصغر طفلة معناها تربح النوبل برايز للسلام. ومن غاديكا هي عايشة في لونجلتر وكل شيء، ومن غاديكا قالت اللي هي مهيش بتسلم على حق وحق البنات في التعليم، وحتى لو كان هي تعيش في لونجلتر باش تبقى تدفع على البنات حتى وكان هي مهيش عايشة غادي معهم وكل شيء. وعاملة ديجا واحد متاع تبرعات، وقاعدة تعمل فيلم كاتب، معناها يسر اكتيف سوسيال مو على الاخر. انا برجوليه معناها كي راه طفله عمرها 17 اللي هي عمرها 17 ديجا وقتها كي ضربت في وجهها وتعاني في هذاك الكل، وما استسلمتش وما خافتش بالحق شبوبة. وديجا كما قالت هي، قالت كنت نخاف منهم اما بعد ما ضربوني بكرتوشه في وجهي نقول شنو اسوء من هكا كان نجموا يعملوه لي. كتاب ياسر تيمونياج قويه، اوتوبيوغرافي ياسر قويه. ننصحكم باش تقراوها ولا تسمعوها ولا حتى تتفرجوا في لي دوكيومونتير نتاعها، خاطر ياسر انتريسون. انا ديجا بعد ما كملت الكتاب لقيت روحي قاعده نتفرج في لي دوكيومونتير وفي لي انترفيو اللي عملتهم، خاطر ياسر بالحق طفله تبارك الله عليها محلية، معناها تحس شخصيتها قوية على الاخر. دونك فلا، انا ننصحكم باش تقراو الكتاب، وراكم ان شاء الله مره جايه. اتخي بنتو، باي باي.